نتزين بجمهور النادي الاهلي، وباذن الله ايضا تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. انا بشكرك يا كريم طبعا على النهارده. كريم هيبقى معانا طول الوقت، يعني ان شاء الله اي حاجه هتحصل في الاستاد هيقول لنا عليها ماذا يحدث في ملعب المباراه. خلونا ناخد الجرافيك بتاع المباراه النهارده وهنقول لحضراتكم. طبعا اول حاجه عايزين نتكلم فيها ان المباراه ستكون ما بين، او مباراه اليوم ستكون ما بين النادي الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا 2019 دوري المجموعات. ارقام النادي الاهلي في بطولات افريقيا للانديه، النادي الاهلي لعب 344 مباراه، فاز في 173، تعادل في 92 مباراه، هزم في 79 مباراه، له 511 هدف عليه 265 هدف. اما ارقام النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لعب 264 مباراه، فاز في 130، تعادل في 76، هزم في 58، له 398 هدف وعليه 207 هدف. اما تاريخ النادي الاهلي في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، لعب 90 مباراه في دوري المجموعات، فاز في 41، تعادل في 28، هزم في 21 مباراه، له 125 هدف عليه 92 هدف. الاهلي لعب في دوري المجموعات 15 مره، صعد المرحله التاليه 10 مرات ولم يصعد للمرحله التاليه 5 مرات فقط. هداف النادي الاهلي عبر تاريخ البطولات الافريقيه بدات طبعا باسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب 37 هدف، ابو تريكه واحد من اساطير النادي الاهلي ايضا 32 هدف، متعب ايضا واحد من اساطير النادي الاهلي 28 هدف، فلافيو وحسام، كابتن حسام حسن وكابتن محمد بركات وكابتن وليد سليمان وكابتن ايمن شوقي والنجم الكبير طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، كابتن علاء ميهوب وكابتن علاء ابراهيم وعبد الله السعيد وخالد بيبو واسامه حسني اللي هيكون ضيفنا النهارده وعمرو جمال ووليد ازارو، دول هدافوا النادي الاهلي عبر تاريخه في البطولات الافريقيه. اما لاعبين احرزوا اهداف افريقيه في قائمه النادي الاهلي النهارده زي ما حضراتكم شايفين عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين، وليد ازارو، وليد سليمان، احمد فتحي، علي معلول، اسلام محارب، صلاح سليمان، مروان محسن، سليف كوليبالي، نجيب، عمرو السوليه، ناصر ماهر، رمضان صبحي، طبعا صلاح محسن.